نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي تاكل الخضار الشهية هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بتقطيع الخس، تقطيع الأفوكادو والبصل الأخضر إلى شرائح والطماطم إلى مكعبات. قطعي قرن الفلفل الأحمر المشوي إلى شرائط قبل وضع بعض من الخس المفروم في الجزء السفلي من شطيرة التاكو وإضافة الأفوكادو والفلفل الأحمر الحلو والطماطم والبازلاء. احصلي على نهاية لذيذة بضغط علبة جبنة كرافت كريم القابلة للدهن فوق حشوة السلطة الطازجة. زينيها بالبصل الأخضر وها هي جاهزة للتقديم. ستجدين وصفة تاكو الخضار الشهية هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.